فلوهان بيم فيربيك لانه عارف كيفاش يتعامل. ما بقاتش هذيك الخطوره المصريه من خلال واحد التغييرات الا سمحتي لي ممكن نشير لها. الشوط الثاني تيغدويني اللي كان قلب هجوم فهو تحول وصبح جناح على الجهه اليسرى وغير لانه اللاعب يعني اللي يدخل بالعروسي فهو ماشي ظهير ايسر. فالشوط الثاني خلاه يلعب ظهير ايمن وبعت باللاعب نصير كظهير ايسر. اذا صبح تيغدويني غادي يساهم اكثر من البيضاوي من تغيير المواقع ولا حتى ما كان حتى شي هجوم من الجهه اليسرى. اذا المدرب انتبه لهذه النقطه ومن خلال تغييراته يعني استطاع. وفي هذه الحاله بعت ب يعني كنا تيغدويني هو قلب الهجوم انه اصبح اللاعب البيضاوي هو قلب الهجوم. نعم. وشفنا حتى في الهدف كيفاش انا البيضاوي وجا. نعم. كنشاهدوا يعني هذه كانت محاولات يعني خطيره ديال المنتخب المصري. الشوط الاول الشوط الاول الجهه اليسرى ديال المنتخب الوطني. لكن في الشوط الثاني في خلال خمس دقائق يمكن غادي نشوفوا بعض المحاولات فغادي تبدا الخطوره من الجهه اليمنى اللي كان موجود فيها بالعروسي. لكن في هذه اللحظه فالمدرب شنو عمل؟ غير رجع نصيف العشر دقائق الاخرى لهذيك المنطقه باش يضمن انه ما يبقاش اختراقات من هذيك الجهه ونجح في هذا الامر. لذلك انا اتصور انه من خلال متابعتي انه شفت تغييرات كثيره وكلها كانت عباره عن اجتهاد تكتيكي من المدرب لسد الثغرات اللي بانت كما اشرت. فمنتخبنا كان ضعيف 20 دقيقه الى 25 دقيقه في الشوط الاول وخمس دقائق اللي بان فيها ضعف كانوا فيها تقريبا محاولتين للمنتخب المصري. لكن نعم. المدرب يعني يعني من خلال حتى الهدف اللي احنا كنتابعوا اللي تكلمت على هذه الاشياء الجميله يعني الا سمحتي سي محمد. فالسرعه ديال البيضاوي السرعه ديال تيغدويني والتحرك ديال يونس مختار فبالما هناك تثاقل في دفاع ديال المنتخب المصري. معروفة. نعم اللي كان بامكاننا اننا نستغلوا اكثر لو يعني استغلينا المحاولات الكثيره خصوصا في السرعه في تنفيذ العمليات. انا لاحظ انه الكره المغربيه حاليا لا على مستوى منتخب الكبار وعلى مستوى منتخب الاولمبي نتكلم على البيضاوي نتكلم على مختار لاعبين اللي خطيرين لما تكون عندهم